هنحتفل بعيد القومي والقومية. عمليه برضه بنعمل ايه في الحكي؟ الحكي هو السر، وكل حاجه بعد كده متغيره. بيجي والمكان اللي بيجي والفن اللي بنعمله، مره بنغني، مره بنرقص، مره بنطبخ، ايا كانت الحاجه اللي بنعملها والمنتج اللي بيخرج مختلف. كلمه حذيفه في مستشفى 57 لما قال ان بيت حكي هو مكان لو في حاجه في قلبي عايزه اقولها هروح واقولها. النهارده واخدين لكم الجوله، هنقف في 5 وقفات تقريبا جوه البيت، بس كل الوقفات عباره عن حكي او غنى او رقص. الباب قصر، الباب وصل، الباب صب، والباب حد بين الداخل والخارج. فيروز غنت للباب. تعذروني كده، ممكن اغاني فيروز بتاعت الباب؟ علي كويس صوتك. دق الهوا على الباب، قلنا حبايبنا. بس احلى اغنيه هي ابواب، انت عندك حق، رغم انها الاقل في الانتشار، اغلبنا عارفين الاغاني التانيه بشكل اكبر، بس هي اكتر اغنيه اتكلمت فيها على انواع الابواب. ضخم كله زخارف وطلاسم وجماجم، والايد بتاعته على شكل ايد جثه. في مره من المرات كان جنوده راجعين بمجموعه من الاسرى، فخير الاسرى ما بين ان الرماه يضربوه يعني ينهي حياتهم بسهم من اسهم الرماه، ولا يخشوا من ورا الباب. انا نسيت اقول لكم الباب ده مكتوب عليه كلمه مهمه قوي، مكتوب عليه عاش الموت. الاسرى بلا تردد قالوا الرماه يضربونا، مش هنمشي ورا الباب، وانتهت حياتهم في لمح البصر، ما فكروش مرتين. مرت الايام وعدت الايام، وبعدين خادم الملك قرر يفتح الباب. لما فتح الباب لقى ايه؟ بساتين اتخضت. هو الناس دي ماتت عشان خافت؟ انه بيت من 1000 ليله وليله، هدوء وظل وجو جميل وحمام طاير. واحنا للمجتمعات البعيده والمجتمعات اللي اقل حظا، نصحصح اللي هم منهم عن تراثه ونزيح التراب عن الحكايات المنزله. من القاهره لبون المنطقه، من القاهره الاسكندريه المطروح لسيوه لقريه البار، من القاهره بصيلي كده وسالني هو انت مؤهلاتك ايه؟ اصلي بدور على مدير شاب ساعتها، يعني شاب. اللي بنى البيت ده اسمه عثمان المرضي. ناس تقول لك اسمه الحقيقي عثمان، وناس تقول لك ده هو اللي سمى نفسه عثمان مسح بكر اللي مشغلينه. أنا قالت تلم نفسها، قالت لي اسمع من هنا ورايح ما تقوليش يا باهي دي أبدا، أنت مش شايف الاسم اللي متعلق في رقبتي؟ دقق إبراهيم في لبش الفراخ اللي كاتبه عنك رمضان، أرى ست الحسن والجمال. قال لها طب يا ست الحسن والجمال، هتقلنا رغم ما كنت؟ أنا سارة، أنا مهندسة معمارية، والنهاردة هشرح لكم إزاي الهندسة خلتني أعرف أعبر عن نفسي من خلال الرقص. الدايرة دي ممكن نلعب بسرعتها، ممكن نلعب في حجمها، ممكن نلعب في اتجاهها. انا ايه هاني، انا معماريه وكنت طالبه عند دكتور شيماء في الجامعه. الحقيقه ما عنديش حكايه ليها علاقه بالبيت النهارده اقولها، بس لما الدكتور يعني قالت لي اجي اعزف ولو مقطوعه واحده، شرفت يعني بان انا اعزف في المكان الجميل ده. فهنسمع مقطوعه صغيره جدا، بعد كده هننتقل للوقفه الثانيه.